عشان مش هقدر يعني احضر ولا اضل متابعة معكم، بس بدي التسجيلات عشان تلزم يعني بعدين، وإلك كمان يعني بتراجع. فيش أي مشكلة، بصي معايا شير وبدأ التسجيل، فيش مشكلة. انت معك شير هالإنت فيش لحظة شوية بدي اعمل اند و يلا ماشي. تصبح على خير، اذا صار اشي بعت لي على الواتس، موجودة يعني انا لسه، بس بديش اضل في الحزون. تمام. تمام. لقيت بس كمان عمال كلمت المصمم. اه خلصتوا قصته انتوا؟ المصمم اجى، اه طلعت معاملته من زمان، فغالبا هتجهز يعني يمكن على الاحد تكون جهزت. انا بعتها من زمان، ما هو مش اجى يوم السبت وقعد معه الباشمهندس، وكل الامور تمام شافها يعني، وقال لي تمام، بعت لي ايميل استلام فني، ومن يومها بعت المعامله. مش عارفه غالبا بتاكد منها السبت كيف، لو ان وصلت او ايش صار معهم يعني. ان شاء الله يعني على الاسبوع هذا، احد تنين بالكثير بكون ان شاء الله جهزت مصروفة يعني خلاص تمام. تمام، عشان بدنا نكمل في اللي بعديها الهوية البصرية والأمور هذه، برضو بدنا نعمل كمان عرض سعر وإشي زي هيك خلاص تمام، توكل على الله، بنتفق عليهم ان شاء الله. إن شاء تمام. الله. بدي تمام اقلك انا أصبح. هوستل 8، مش عارفة كيف اعمل. التسجيل شغال هو الايت، خلاص وانا بدي تمام. اطلع. طيب تمام. ممكن انك تروح من تضغط على البارتيسيبنت، بروح عندك على اليمين ببينه، بتضغط على مور، بتحط على اه حطيتها كوست، بعرف. لا خلاص تمام. اوكي انا اعمل بنخسرها ليف، خلاص. لا بعمل ليف هالقيته، واذا صار اشي بعت لي على الواتس، بارجع اشوف ايش الوضع. ماشي تمام، تمام فيش اي ماشي مشكلة، ان شاء الله. يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم، السلام ورحمة الله. هلا يعطيكم دكتور. العافية يا شباب، كيف حالكم؟ حياك الله يسعدك. هلا كيف دكتور، الأمور؟ إن الله شاء الله يعافيك. تمام. إن شاء الله. طيب، أوكي. بس أجهز البيئة تبعتي. تمام. واضحة الشاشة؟ تمام. تمام. طيب يعني أول حاجة إنه أنت عشان إنه يعني تشتغل بأريحية بده يكون في عندك المكونات التالية، بده يكون في عندك الأناكوندا، بده يكون في عندك الدوكر. بخصوص الأناكوندا يعني ممكن إنه أنت تنزلها. ليش الأناكوندا؟ لأنه فعليا إنه بتريحك بشكل كتير كبير، يعني أنت بتنزل فيها الباكيج إنه كل الشغلات اللي أنت بتحتاجها للديتا ساينس إنه بتكون إنه بري انستول، بتريحك بشكل كتير كبير، وإنه موجود فيها نسخ للويندوز والماك واللينكس، فبغض النظر على الانفايرومنت اللي موجودة عندك. طبعا بعد ما أنت تنزلها يعني تعملها سيت اب،
بتنزل انت عندك بالشكل هذا. يعني خليني قبل ما انزلها برضو انا احكي على البيئة الثانية اللي انت بدك تشتغل عليها اللي هي الدوكر. الدوكر انه شغلة كتير مهمة جدا انه انت تعمل دوكرايز للانفايرومنت تبعتك، يعني للبرودكشن سيستم تبعك، بحيث انه انت تقدر تعمل له ديبلوي anyway. يعني على سبيل المثال انت بدك تستضيفه، على سبيل المثال بدك تستضيفه في الديجيتال اوشن، ممكن تعمل ابلود للايمج هذه ويتم استضافته. يعني خلص انه بتنزل النسخه هذه مع الكود وكل شيء، انت عندك الامور تمام. لو بدك يعني تستضيفه على الازور بلاتفورم، فممكن انه انت يعني تعمل ابلود للايمج هذه وتكون الامور انت عندك تمام. طبعا الدوكر اللي عندك يعني موجود للماك وللينكس بالإضافة للويندوز، يعني في هذه الشغلة انه كروس بلاتفورم انه تعمل دوكرايز للسولوشن تبعك. فبتنزل الدوكر انستانس انت عندك تمام، وهنا تفتح الاناكوندا نافيجيتور. يعني بكون انت عندك الأناكوندا نافيجيتور نازل عندك، وهنا الجميل في الموضوع إنه أنت بدك تعمل بيئة خاصة فيك. هذه شغلة كتير مهمة إنه أنت تعمل البيئة هذه تمام. الآن أنت في عندك هنا الانفايرومنت، هذه شغلة كتير مهمة جدا إنه كل بروجكت أنت بتحط له انفايرومنت خاصة فيه، بحيث إنه خلاص إنه هذه الباكجز اللي لازمه لهذا البروجكت. زي ما انت شايف انا في عندي انفايرمنتس كثيره بشتغل عليها، فكل بروجكت بعمل له انفايرمنت خاصه فيه. فانا ممكن اعمل انفايرمنت اسمها ML deploy. طبعا نسخه البايثون اللي نازله عندي، يعني انت ممكن تنزل في الفيرجن، بس يعني انت ممكن تختار انه latest version. تأخذ شوية وقت على تنزل الانفايرمنت، بينما انه تشتغل ممكن انه نفتح الدوكر. الدوكر انا في شيء عندي ايميجز حاليا، في عندي هاي الايميج على فكرة انه انا انشأتها يعني قبل 14 يوم. هذه الايميج يعني حجمها حوالي 4 جيجا تمام. بعملها ابلود للازور بلاتفورم وبصير لها ديبلوي هناك، يعني انه كماشين ليرنينج سيرفيس انه هي شغاله بنظام الاند بوينتس تمام. فهذه انا بحط النيم تبعها وبحط التاج بهذا الشكل تمام، وبختار انه في كوماند انا حورجيكم اياها كيف تعمل ديبلوي على الازور. طبعا انا نزلت هذه، فبرجع للهوم بختار الماشين ليرنينج ديبلوي. انت في عندك هنا تولز راح تريحك كثير، يعني ف انت ممكن يعني عشان على الويندوز ممكن انت تنزل CMD command prompt تمام. ال VS code نازل انا عندي already، يعني انا بستخدمه مفتاح معاه في يعني كبرودكشن او كديفلوبمنت انفايرمنت انا عندي. الجوبيتر لاب ممكن انت اذا انت حابب تشتغل فيه مباشره، بس انا بشتغل على الجوبيتر لاب من جوات ال VS code. طبعا انا ليش نزلت الكوماند برومبت؟ لانه انت اول ما تشغل الانفايرمنت هي انت عندك زي هيك تمام. الان انا ايش بدي اسوي؟ بدي اشغل ال VS كود وبدي احضر، بدي خليني اعمل كلوز فولدر وخليني افتح بروجكت انا جهزته. طبعا اذا في اسئله يعني يا ريت مباشره انه انت تقاطعني وتسال في شغلات معينه. يعني هاي هذا اوكي تمام. بس يعطيك العافيه دكتور. احنا اشتغلنا قبل كده على اناكوندا ونازل عندي على الماك، بس ما استخدمت الانفايرمنت، دائما بستخدم بس الجوبيتر نوت بوك وبستخدم الكولاب. هل قد قصه انك تربطه في دوكر
أعتقد لما اشتغلت على كولاب كان بإمكانك إنك تضيف بلجن بحيث إنك تحولها لنفسها كالموديل نفسه بعد ما تخلص تعمل له ترين والأمور هذه، إنك تحوله أو تصدره لصيغة دوكر. ما بعرف كيف، أيامها ضفناه كبلجن كانت أونلاين على شاب وضاف. أنا صراحة ما تعاملتش معه، بس كان مشروع متكامل يعني، فما نزلتوش قبل كده إنه أتعامل معه الدوكر. بس هو هاي الفكرة، أما أنا كنت يعني مألوف عنه واشتغل عليه قبل كده كتير. يعني انا حورجي لك انه الديفلوبمنت، يعني هعمل لك الكود وبعدين انه هذه بس مجرد انه الدوكر ديسكتوب انه بس بتنزله زي هيك، وحورجي لك الكوماند اللي لازمه عشان انت تضيف الدوكر. اوكي تمام، ما في يعني مشكلة. اوكي تمام. طيب الان انت في عندك شغله اساسيه عشان انه انت تريح نفسك دائما في هاي الشغلات، انه انت تعمل الريكويرمنتس فايل. هذه يعني شغله ستاندرد عندنا في الديبلويمنت في الماشين ليرنينج سيرفيس، انه انت يعني محتاج انه انت تعرف ايش انت محتاج. محتاج البانداز، الاي بي كيرنل، فاست اي بي اي اللي احنا هنشتغل عليها، تقدم للبروجريس ترانسفورمر، كل الشغلات هذه انه بتلزمني، الساي بي، التورش والتنسر فلو، وممكن انا اضيف عليهم هنا اللي هو التنسر فلو هاب. انا في عندي هذا المشروع برضو انه انا حورجيكم منه انه تنسر فلو هاب. خلينا نفتح الويب سايت. بس عشان أكون عارف إيش اسم الباكيج بالضبط. فهنا بيبي نستول تنسر فلو هاب، ممكن أن أضيفها لأنه أنا ممكن أورجيكم ديمو برضو على بري تريند موديل من التنسر فلو. فبنرجع للفي اس كود وبضيفها هنا كريكويرمنتس. تمام. طيب فلقيت هاي الريكويرمنتس إنه ممكن انه انا انزلها بخطوه واحده، انه انا بفتح هنا التيرمينال. بما انه شغلت ال في اس كود من جوات الانفايرمنت هذه، فعلى طول راح يعمل اكتيفيت لهاي الانفايرمنت. هل قلت احنا التيرمينال لازم جوا الدوكر؟ يعني مش من انا كنت نفسه ممكن نعمل بيب انستول وانزل كل هاي أنا الانفايرمنت. ممكن من برا، بس يعني إنه كانت إنه يعني أريح لك إنه أنت تكون عندك يعني موجودة، بس مش عارف ما اشتغلت ولا واحدة منهم. أوكي يعني ما اشتغلت، فممكن نعمل CD لهذا البروجكت. خليه إنه هو ينزل. هاي بدأ ينزل عبال ما إنه إحنا نعدل على السيرفيس تبعتي. طبعاً السيرفيس إنه هاي أنا عملتها في عندي العديد من السيرفيس الموجودة. في عندي سيرفيس للناتشورال لانجويج بروسيسنج، تمام. في عندي سيرفيس لها علاقة ب يعني خلينا بس انه على تو سيرفيس، يعني هدول انا بدي اعملهم كومنت، تمام. وهاي انا بدي اعملها كومنت، يعني خليها انه كلمه بس انه مجرد انا عندي emotion و named entity recognition و طبعا انا عندي في الفاست اي بي اي يعني طبعا الفاست اي بي اي التعامل معها سهل جدا، فممكن انت تقرا implementation.
Fast API هي عبارة عن fast يعني high performance, easy to learn, fast to code, ready for production. بتعمل لك endpoints أو API بشكل مباشر باستخدام البايثون. أنت ممكن تستخدم جانجو أو فلاسك في هذا الإطار، ولكن إنه بتضل إنه هذه عبارة عن ويب فريم ورك ممكن تعمل فيها الـ API، لكن هاي أريح لك كتير لل للكودينج بشكل أسرع، وبالإضافة للتستينج بشكل يعني سريع جدا. فممكن إنه أنت تشوف يعني إنه how to start باستخدام يعني installation pip install fast API. برضو بدك عشان إنه أنت تشغل ال السيرفيس هذه أو الفاست اي بي اي في البرودكشن، بلزمك اليو في كورن، تعملها بيب انستول. يو في كورن ستاندرد موجود عندنا في الريكويرمنتس فايل زي ما شفت، فموجود عندي الفاست اي بي اي وموجود اليو في كورن، وبالاضافه للجي للجي جي يونيكورن. بعدين انه بدك تعمل اند بوينت، بس مجرد انه انت بتعمل امبورت from fast API import API، وبرضو انت عندك optional لانه انت ممكن تعرف اذا كان في عندك parameter optional. بدك تتعرف get method، بس مجرد انه الاب اللي انت عرفته بتعمل add app get، وبتعمل يعني بتعرف function، والfunction هذه بترجع لك json. هذه function تانية اسمها item و item id، تمام، فيها عدة parameter. هذا الparameter type تبعه integer، هذا الباراميتر الكيو التايب تبعه اوبشنال، عفوا التايب تبعه سترينج وهو اوبشنال، والديفولت فاليو نل، وبترجع هذه القيمه، تمام. طبعا لما تشغل تطلع لك بيئه زي هيك، يعني انه حورجي لك اياها الان، يعني فخليني انا يعني ممكن اقاطعك دكتور؟ تفضل. اوكي، احنا تمام، وصلتك فكرة المشروع تبعنا، بحيث انه احنا ممكن انه نستخدم اكثر من شغلة، فكان هو التوجه الامثل انه كيف افضل طريقة انه انا اصدر الموديلات تبعوني، سواء كان ماشين ليرنينج، ديب ليرنينج، ان ال بي، كمبيوتر فيجن، مختلف الانواع هذه. لقيت الفاست بي اي، انا بعرف انه بصدر على اكثر من شغلة، سواء ويب، اندرويد، اي نوع ثاني من الابلكيشن، ولكن احنا بدنا خلينا نوسع التعلم تبعنا شوي اكثر شموليه، انه انا لقدام احتمال انه اشتغل مع مؤسسات خاصه هي ما بتقبل انه يكون العمل تبعها اونلاين، بحيث انه استخدم مثلا زي فاست اي بي اي واكمل اعمل على الامبورت والامور هاي الديبلويمنت. فهل انت شايف انه افضل خيار هو الفاست اي بي اي، او انه ما بعرف الخيارات الثانيه سواء فلاسك دوكر حاجات زي هيك؟ الفاست اي بي اي انت بتنزله لوكالي عندك، يعني بمعنى انه يعني ممكن تعتبره انه هو زي الفلاسك وزي الجانجو، بمعنى انه انت ممكن يعني الفاست اي بي اي تعمل له رن على يور اون سيرفر، او الشركه هذه اللي انت بدك تعملها شو اسمه ممكن تعمل ديبلوي على البرايفت سيرفر تبعهم، فبالتالي انه يعني بتصير انه هي بتستخدمه داخليا. هي الطريقه الستاندرد، بديش اقول لك الستاندرد، هي الطريقه الشائعه لتوفير الماشين ليرنينج مودلز، هي من خلال انه انت تنزلها من خلال يعني توفرها من خلال اند بوينتس. وعشان تعمل الشغله هذه، واحده من اسهل الطرق انه انت تستخدم الفاست اي بي اي. اذا انت بدك تستخدم الشغله هذه انه لوكالي، فأوكي يعني أنت ممكن إنه أنت تحطها ضمن مثلاً إنه execution pipeline، واستدقوا يعني وتعرف function local، وتقول له بس إنه يعني توفرها ككلاس، وتقول للتيم إنه أنت والله بدك إنه تعمل prediction أو classification لشغلة معينة، إنه بس مجرد استدعي عرف instance من هذا الكلاس، وأعمل واستدعي هذه الفانكشن اللي بتعمل predict. فإذا أنت بدك يعني تعمله لوكالي، بدك تشتغل بشكل موديلر. كيف يعني بدك تشتغل بشكل موديلر؟ يعني على سبيل المثال زي هذا الكلاس، هذا الكلاس أنا معرف موديل، إنه المودلز هذه اللي عملتها جامعة كارديف، يعني فيها العديد من الموديل اللي هي الإيموشن والإيموجي
والهيت والايروني والاوفنسيف. انت ممكن تختار التاسك اللي بدك اياها. فانت بتعرف التاسك تعملها انيشاليزيشن، تمام؟ فبالتالي انه الموديل بتساوي انه بتحط انه تويتر روبرتا بيس وبتحط اسم التاسك، تمام؟ هذا كله عبارة عن كونستراكتور لهذا الكلاس. فانت والله بدك تستخدم موديل معين، هيو زي ما انا مستخدمه هنا جوا. ايش معرف هنا؟ معرف انه الايموشن موديل، عرفت اوبجكت من الكارديف موديل واديته انه تاسك ايموشن، بس لا اكثر ولا اقل. طلع هنا جوا ايش في؟ انه انت في عندك يعني هيلبر فانكشن تعمل بري بروسيس، في عندك فانكشن تعمل كلاسيفاي. فانت اذا بدك تستخدمه لوكالي انت يو يعني يو بروفايد ذس موديول انه هو البي واي، وبتقول للادر ديفلوبر اذا انت بدك تستخدمه لوكالي او في الباك اند جاست انه عرف انستانس من هذا الكلاس واعمل كول لهذه الميثود. تمام. انا دكتور بحكي عن الفكرة إجمالا، يعني أنا بالنهاية ممكن أن أجيب واحد مثلا بتعامل مع فلاسك أو حاجات تانية أنه هو يقدر يعمل الديبلوي لهذا المشروع، لكن أنا بحكي على فكرة بشكل عام أنه هل الفاست بي آي هو أفضل خيار لأنك تعمل ديبلوي لمختلف أنواع المشاريع، أو أنه لا هو مثلا اخترنا عشان مثلا سهولة، أو اخترنا عشان مثلا السرعة في الأداء، أو أنه السيكوريتي تبعه أعلى. فهي هاي اللي انا بدي القصد انه ليش احنا اخترنا بس الفاست اي بي اي؟ الفاست اي بي اي اخترناها لانه الامكانيات تبعتها انه انت بتقدر تسوي شغلات كثيره كثيره في الاي بي اي. لو بدك تستخدم ويب فريم ورك ثانيه بتحتاج يعني بتكون الامور عندك اعقد شويه. يعني خليني ارجع لك هنا على الدوكيومنتيشن. في الدوكيومنتيشن هنا انه بس انا مجرد يعني مجرد انه انا ورجيتك انه فاست اي بي اي بشكل بسيطه. الان انت ممكن تعرف الجيت والبوت والبوست ميثود بشكل كتير سلس جدا، وانه انت تعملها تيست من خلال هذه الانترفيس بدون ما انت يعني تحتاج انه تستخدم البوستمان او اي شغله من هذه الشغلات. بيدعم انت عندك الاوثنتيكيشن الاوث 2 برضه، الفريم ورك ثانيه انه هي برضه بتدعمها. برضه انه بيدعم شغله كثير مهمه اللي هي الكونكرنسي باستخدام الاسينك والاويت. يعني على سبيل المثال انه ممكن انه انت تعرف اسينكرونس فانكشن انه يكون في عندك جواتها برا للاكسكيوشن. يعني ممكن هذا يعني الكود قصير شويه هيك. يعني ايش معنات هذا الكلام؟ لنفترض انه انا حطيت انه هذه الجمله انه حطيتها اويت هنا في بدايه الكود. انا عندي هنا مثلا في بدايه الكود تبع الكلاسيفاي قلت له انه التكست بتساوي اويت، وكانت هذه الفانكشن كانت انه عفوا انه كانت انه نرجع هنا إنه الفانكشن هذه بعرفها asynchronous، وكان أنا عندي الويت هنا عفوا كان الويت أنا عندي إنه الانبوت إنه بعمل ويت مثلا لهاي الشغلة. فبالتالي هاي أنا عارف إنه هي بتاخد وقت، فبشغلها بشكل asynchronous مع بعض، بقول له كمل الكود، وهنا بروح بقول له إنه الريزلت استنى لي الريزلت، تمام؟ فبقول له هنا إنه await شغل لي كود هذا تحت، تمام؟ in parallel مع هذه الجملة اللي هي حتطول معك، بدل ما انت تعمل blocking لهذه الشغلة وضلنا انه لا بس لانه هذا لانه تشغيل هذا البلوك اوف كود راح ياخذ منك وقت، فبالتالي انه لا بدنا نستغل الوقت. بس عند النقطة هذه لا بدك تستنى انه الجملة هذه انه to finish execution عشان تعمل collect للريزلت من هنا. طبعا هذه الفاسيليتي مش موجوده في الويب فريم ورك في الفلاسك وفي هذه انه انت تعملها بالطريقه هذه يعني او بالسهوله هذه. يعني موجوده لكن مش بالسهوله هذه انه مع الدوكيومنتيشن الموجود، لانه الدوكيومنتيشن هذا بيركز على الاي بي اي تحديدا. الفلاسك تعال تطلع على الدوكيومنتيشن تبعه، بروح بقول لك كيف تعمل ريندر وكيف تعمل
كيف تعمل تمبليت وكيف تعمل تدمجه جافا سكريبت، تعمل ميكس مع جافا سكريبت مع مش عارف ابصر ايش، والبوتستراب موجه اكثر للويب. فانت يعني بتتشتت شويه. لا انا ما بديش ويب بيج، بديش ويب بيج عاد، انا بدي اند بوينت. فبالتالي انه انت تستخدم لايبرري ديديكيتد انه هذه ادفانتج بالنسبه لك واريح لك، وبتعمل انه يعني اكسلريت للديفلوبمنت من وجهه نظري يعني. فعشان هيك هي الخيار الاحسن بالنسبه لك، انه انت خلاص بدك اند بوينت، روح على فاست اي بي اي. الان الديفلوبر اللي بيشتغل معك سواء كان فلاسك او شو اسمه، حيجي يتعلم هذه انه سو فاست يعني يفترض انه يتعلمها بشكل سريع جدا، لانه الكونسبت عنده وبقدر انه هو يعني انه يعملها ماسترينج في وقت قصير جدا. تمام. لكن من ناحيه باقي الامور زي خلينا نحكي السكيورتي تبعت اللوكال، وانه يقدر يعملها ما في اختلاف كتير، بالعكس نفس المميزات من كلامك مبين انه نفس الميزات بس بطريقه اسهل، هذه الميزه. تمام تمام اوكي. فانت الان يعني بتصير انه خلاص بتركز انه دائما بدي اعمل ديبلوي بالفاست اي بي اي، خلاص عارف ايش اللي بدك اياه وسهل جدا انه انت تعمله. لكن في يعني ما بعرف اذا انت بتحتاج اصلا في شغلك ويب ديفلوبر، اذا انت بدك اثنين في واحد لا الكلام بيختلف. لكن اذا انت اصلا ما بلزمك ويب ديفلوبر، لا ركز انه بدك يعني واحد يعمل ماسترنج للفاست اي بي اي، ممكن يكون ويب ديفلوبر لا بس بدي اياك تركز على الفاست اي بي اي يعني كاند بوينت. تمام وصل الصوره. تمام طيب خلينا نخلص الانستليشن. الان يعني انا في عندي تو مودلز، طبعا المودلز هدول انا نزلتهم من هدول بري تريند موديل، نزلتهم من الهاجينج فيس، ما بعرف اذا مر عليكم قبل هيك ولا لا. فيس مش كيس. تمام الان الهاجينج فيس هو عباره عن خلينا نحكي انه هو مستودع للمودلز والديتا سيتس. انا بدي مودلز، طبعا المودلز هذه انت بتروح بتختار التاسك تبعتك يعني حسب الكاستمر ايش بيجي لك. بيقول لك انا والله بدي كيو اي سيستم، ممكن تستخدم واحده من البري تريند مودلز اللي موجوده. الكيو اي سيستم يعني للعلم انا هنا بورجي لك انه هذا قديش انه هو اصلا هذا مستخدمين وثلاثة يعني ثلاثة مليون بالضبط، إنه 3 مليون كول أو أكثر من يعني ناس كثيرة بتعمل له داونلود. فأنت في عندك هنا الكونتكست هي عبارة عن باراجراف اللي هي أمازون رين فورست اللي هي باللغة البرتغالية إنه كذا كذا كذا، وباللغة الأسبانية كذا، يعني باراجراف بتحكي على الأمازون. فأنت بتحكي which name is also used to describe Amazon Rainforest. هذا كquestion، فبروح بقول لك بطلع لك extraction للانسر من هذه الشغلة، زي ما انت بتيجي بتقول لجوجل انه مين الرئيس لبنان وحسب ما جاب لي، هاي جاب لي ميشيل عون يعني. فالفكرة في الموضوع انه كQA system كintelligence system انه انا ممكن انا استخدمه مثلا في البحث، ولكن انه مش انه بيكون عندك البحث انه عباره عن كيبورد، بيكون انه الكويري هو عباره عن كويستشن انه قديش عدد سكان كذا، مين هو رئيس كذا، مين شو اسمه. فالمودلز هذه يعني موديل عديده يعني، انا اخترت الكيو اي بس مجرد انه بس اعرض لك يعني شو بتعمل. في عندك كمثال يعني بالضبط، في عندك هنا تكست كلاسيفيكيشن، في عندك تكست جينيريشن بتطلب منه انه هو يولد لك نصوص، في عندك كتير مودلز انه انت ممكن تستخدمها. تمام يعني بتقدر تستخدمها في لايبرري عديده يعني، هذه القوه تبعتها يعني. هو انت كستارت اب برضه مهم جدا انه انت يعني تستثمر في البري تريند موديل، انه حسب البادجت تبعت المستخدم. في مستخدمين بيجوا يعني البادجت تبعتهم ليميتد، فبدل ما انه انت تو سبند ايفورت اند تايم انه انت تبني لهم ماشين ليرنينج موديل، ممكن انه انت تستخدم بري تريند ماشين ليرنينج موديل اذا بغطي
الحاجة تبعتهم. طبعا هنا أنت ممكن تعمل فلتر على حسب اللانجويج، ويعني خليني أعمل كلير للتاسك. هنا في برضو عربي، هي اي ار في بعض المودلز بالعربي، يعني انه حسب التاسك تبعتها. يعني ف التاسك اللي احنا اخترناها هي الايموشن، تمام. طبعا انه كانت من كارديف، يعني بورجي لك انه انت كيف انه يعني تنزل الموديل وتستخدمه. فانا عرفت كلاس هنا انه بيستخدم الموديل هذه، حيصير تنزيل للموديل وححفظه انا عندي لوكالي عشان خلاص انه انا اصير استخدمه، تمام. و احفظ الموديل ولا بس الويتس الويت؟ الويتس تمام الويتس تمام سيف بري تريند، سيف بري اوكي تريند اكيد. تمام. بعدين انه في عندي فانكشن تعمل بري بروسيس وفانكشن تعمل كلاسيفاي، ذاتس ات، يعني زي هيك. فهجيت انا بعرف هنا، يعني عفوا هنا وين في السيرفيس. اوكي، بدك تعرف ميثود بس، مجرد انه انت بتعرف انه هذه انه كروت، انه اسم الفانكشن اندكس، وبترجع انه ويلكم تو انا البي سيرفيس. وهذه بس مجرد انه للتست انه برضه ويلكم تو انا البي سيرفيس. هذه الايموشن سلاش ايموشن. فعاده انا بعرف تو ميثودز، انه انا عندي جيت وبوست. والسبب في ذلك انه في عندك في بعض الاحيان الكولر بفضل انه هو يستخدم البوست مش الجيت. يعني هي في العاده انه انت بتستخدم الجيت، الجيت بتأدي الغرض، ولكن في بعض الاحيان خاصه اذا انت بدك تدمجها في بايب لاين، انه في بايب لاين يفضل انه انت تستخدم البوست، لانه انت اصلا تعمل بوست للباراميتر هي شايف معرفها انا ككلاس اسمه ايتم، وهي الكلاس هذا معرف فوق. وانه بس مجرد انه في الحاله تبعتي انه بس بياخذ اتريبيوت واحد تكست، انت ممكن يكون عباره عن صوره، ممكن يكون عباره عن كومبوزيت داتا ستراكشر، بتعرفه زي ما انت بدك، تمام. فهذا من البيست براكتسز انه انت تعرف الجيت والبوست. طبعا البوست لازم تكون الميثود انا عندي السينكرونس. هنا طبعا بدك تتعامل مع الاكسبشن والشغلات هذه، اذا التكست مش موجود بدك تعمل ريز لاكسبشن انه 400، اذا كان في مشكله في الموديل انه بترجع 500 اللي هي انترنال سيرفر ايرور، فبدك تحاول انه انت تعمل كلاسيفاي للتكست هذا، اذا صار في عندك اكسبشن رجع له ايرور، غير هيك بدك ترجع للريزلت. الريزلت زي ما انت شايف هنا هي عباره عن جيسون، برضو انه انا برجع له اياها ك جيسون زي ما انت شايف انه التايب تبعها ديكشنري. البوست نفس الشغله، بس انه الانبوت انا باخده انه انا باخده، يعني بدل ما انه هنا على فكره الانبوت عرفته انه سترينج وحطيت الديفولت فاليو تبعتي، انه هذه بتساعدني على فكره في التست يعني بشكل كبير. انا ممكن ما احطش الباراميتر هنا، انا ما حطيتش باراميتر جوا الداله، حطيت انه كلاس، انه انا بقصد انه كبريميتيف باراميتر، حطيت بس داتا تايب. وهنا عملت انه كونسومينج للديكشنري هذا، وانه بدي اذا ما كانش انه في انا عندي انبوت برجع اكسبشن، غير هيك بروح بحاول انه اعمل كلاسيفاي للتكست، تمام. واذا صار في اكسبشن برجعه، وغير هيك برجع الريزلت. نفس الشيء انا عندي للنيمد انتيتي ريكوجنيشن بهذه الكيفيه. الان في انت عندك خيارات انه يعني هذا الكود انا كتبته انه انت تحاول انه انت تعمل له ران لوكال، تمام. فبس بتعمل يو في كورن وبتكتب اسم الكلاس والاب، وانه ريلود ريلود، هذا انه لو صار عندك اي تشينج في الكود بيعمل ريلود، بيعمل ديتكت انه صار في تشينج للفايل، وبعمل ديتكت اوتوماتيكلي، وبعمل ريلود للسيرفيس بشكل اوتوماتيك. طبعا هذا الكلام انت ممكن انه انت تشغله انه بالشكل هذا، بس الشيل انا عندي مش شغاله، فانا بقترح انه خليني اعمل ريستارت للفي اس كود.
الجيت دكتور، انت حكيت كلمة لما كنت تحكي عن الجيت والباست، انه انا ممكن انه بعد هيك استخدم انه اربطه في البايب لاين. ايش الآلية بعد ما اخلص اعمل ديبلويمنت انه اربطه على الفاست بي اي في البايب لاين؟ واحنا اللي كان الهدف اصلا من التدريب بالاضافة للديبلويمنت اللي هو انشاء بايب لاين للمنتورينج بحيث انه اتابع هو يعني السيكونس تبعته. احنا في الجلسه هذه احنا هنستخدمه ستاند الون، بس في البايب يعني في كبايب لاين ممكن انه انت يكون عندك يعني امبيدد، وممكن برضه يكون تستخدم اند بوينت. فبالتالي انه بريفرابل انه لما تستخدمه اند بوينت انه تعمل تستخدم البوست مش الكيت. لكن بس هو انه لحاله انا ممكن بقصد انه يختار. انه يعني وانت في طريقك ما دام عملت الجيت اعمل البوست، لانه حتريحك يعني لبعدين. يعني هي الفكره. هاي اشتغل وكان يبدو لي انه بعمل ابديت. اوكي طيب احنا في deploy ML هو فاتح ال PowerShell. ممكن نفتح هذه. هل راح اتغلب كثير يا دكتور في قصة انه ويندوز وماك؟ لانه عند نظام الكوماند لاين غير لا لا لا، هو عشان هيك انا بقول لك نزل الاناكوندا. هو يعني معرف انا الانفايرمنت، يعني تمام حتلاقيه انه نازل عرف عندي، لأن كنت اصلا مشغل عليه، بس قصدي في البي اس كود اللي هو ما الفي اس اعتقد كود دخلته. بدعم ماك، يعني ممكن انه في نسخة منه. يعني انا استخدم الاي دي اي اللي بيريحك، بس انه انا يعني بصراحة انه عملت سويتش عليه يعني تقريبا من سنة، لسبب انه فعلا لقيته انه خلاص انه مريحني كثير في شغلات كثيره. يعني انه بتقدر تعمل يعني تنزل كثير بلاك ان. اذا انت ملاحظ هنا انا منزل بلاك ان للدوكر، منزل بلاك ان للاتلسيان، منزل بلاك ان للازور. الأزور فبالتالي آه. بالضبط رابطه في شغلات كثيره، فمرتاح عليه. مش لاقي هذه الشغلات في اي دي ايز ثانيه. يعني ممكن الباي شارب، انا كنت على فكره بستخدم الباي شارب نسختين، والكوميونتي والبروفيشنال لفترة طويلة يعني لسنوات. بس من سنة عملت سويتش على الفي اس كود، والفي اس كود يعني هاي في انت عندك نسخة تمام، للماك في وفي ما عندك نسخة لللينكس. ما تقلق من الموضوع هذا. يعني مايكروسوفت لا صارت تشتغل يعني كتير كويس. يعني صارت توفر يعني نسخ للماك وللويندوز للشغلات هذه. طيب انا يبدو لي انه انا لازم انزل الفي اس كود، عفوا انزل الباور شيل. خليني انزل الباور شيل يعني انه للانفايرمنت هذه. يعني هو اصلا اوريدي انستول، بس انه افعله للانفايرمنت هذه عشان تمام. يعني هذه الشغلات انه بتعمل لك هيدك عشان الامور تزبط معك. يعني فعشان هيك انه انا يعني انه فروم سكراتش يعني عملت انفايرمنت، عملت يعني نزلت ريكويرمنتس. ان شاء الله بتزبط الامور معنا بدون مشاكل، ما نطول كثير. إن شاء الله. الشغلات هذه بدها طولة بال، انه it takes some time. يعني جيت هنا ان شاء الله تظبط الامور.
احنا لسه ما بدينا في الكونتينر يعني بالمناسبة، بس انه انا بدي اجربه لوكالي، ظبط لوكالي يعني اتس ايزي تو ديبج لوكالي بدل ما انت تعمل ديبج في الكونتينر، لانه اي تشينج بدك تضطر تعمل ريستارت للكونتينر وهذه البروسيس بتطول يعني. ف اوكي انا ممكن اعمل ران من هنا لهذا اللوكال، ف اعتقد انه ايرور لودينج كانت امبورت انا البي سيرفيس. اوكي صار مزبوط معاه حل. طيب فلازم اعمل انا يعني سي دي للسيرفيس هاي، وبعديها خليني اعمل اكتيفيت او اكتيفيت اسمها الانفايرمنت ام ال دوت يعني اندرسكور ديبلوي شور انه اكتيفيتد. فا اوكي بعمل ران كمان مره. طبعا انا عندي هنا في انه الجي بي يو مش مفعل، بس بيطلع لي ورنينج انه اللايبرري تبعت بالضبط انه، فهيك انا شغال على السي بي يو عادي مش جي بي يو. تمام، هو بياخذ وقت بناء على المواصفات. تمام بياخذ طبعا اكيد تمام ما في مشكله ان شاء الله. احنا اصلا جايبين جهاز بس للشغل فان شاء الله يعني بتطلع الامور احسن. ايش ال MSI؟ والله جبنا ماك، احنا ماك باي ناي. قد ايش الرام؟ الرامات 16، كرت شاشة خارجي 4، ومعالج الداخلي يعني كان الأفضل موجود في السوق. إذا بتقدر تعمل أبجريد ل 32 للرام بيكون ممتاز. هو المشكلة بلت إن ما لقينا 32 فصعب. طيب بينما يشتغل ممكن احنا نستغل الوقت وايش نسوي؟ انه هنا بدي ارجع مرة تانية هنا انه على الدوكر. تمام، حقيت الدوكر انت ايش ممكن تسوي؟ انت بدك تعرف هذا المجلد اللي هو dot dev container وتحط فيه الدوكر فايل هذا. تمام، حقيت الدوكر فايل هذا انه you don't need to build it from scratch، يعني ممكن انه الـ VS Code الحلو في الموضوع انه هو بعمل لك اياه وبس، مجرد انه انت بتعدل فيه. ايش بدك تعدل فيه؟ انه انا رحت حطيت الكوماند هذا، طبعا هو راح اخذ ايمج جاهزه موجوده من الانترنت انه انا بدي نسخه يعني نسخه من البايثون. انا اخترت 3.8 لانه انا بدي نسخه مستقره، يعني بديش انه نسخه جديده وانه تكون انه في يعني مشاكل في باكجز معينه. دائما بحب انه انا انزل شويه النسخه الحاليه 3.9، لا بحب انزل 3.8 طلعوا النسخه اللي بعد 3 شو اسمه خلاص ساعتها بعمل سويتش يعني. فهذه برضه من البراكتس انه انا يعني انه كخبره انه خلاص انه اعتمدت زي هيك انه ارتحت على الخيار هذا. تمام، حقيت عملت كوبي للمجلد هذا اللي هو هذا المجلد، فبقول له انه انت بعد ما تفرط للايمج هذه اللي فيها البايثون اللي يعني هي عباره عن ايمج لاوبريتنج سيستم لينكس يعني اكيد بطبيعه الحال، بعد ما تفرط لي اياها بدك تنسخ لي المجلد هذا. تمام، جوات المجلد انه اب اللي هو هذا اللي فيه الاكواد تبعتي. تمام، وبعدين طبعا هذه اذا انت محتاج نود جي اس، طبعا هنا انه الارجمنت تبع نود جي اس نان، فبالتالي انه ران اف هذا مش حيشتغل لانه نان، فممكن هذول الاسطر حتى تحذفهم اذا ما بدك. طبعا هذه بتكون اصلا كومنتد انت عندك، ايش بتسوي؟ بتعملها ان كومنت فبتنسخ الريكويرمنت فايلز عشان هيك انت بترتاح، وبتحطه في تيمب
وبتعمل بس رن لهذا الكوماند. هذا بس زي ما حكيت لك انه هو كان معمول له زي هيك، بس مجرد انت بتعمل له ان كومنت فهو بروح بعمل انستول لكل الريكويرمنتس فايل تبعتك لللينكس ايمج اللي انت شغال عليها. بعدين بدي اعمل رن للاند بوينت كانتري بوينت، انه بما انه انا نزلت الجي ان يو الجي يونيكورن بالضبط، فبقول له انه عمل لي بايند مع اللوكال اي بي ادريس على بورت 80، وانه الدايركتوري هو الاب اللي انا نسخت عليه تمام، وانه التايم اوت زود لي اياه شويه لانه كان انه بيطول معايا، وانه هي الوركر انه هي هو عباره عن اسم كلاس. فهذا انه بس مجرد انه انت بتعمله بنزل معاه فايل تاني، انه هذا انت مش محتاج انه انت تعمل فيه اي شيء، هذا انه هو اصلا بيعمل لك اياه. فبس مجرد انه انت بتحدد الفيريانس تبعت البايثون بالضبط بالضبط. بس قصه الكونتينر دكتور عيدها تاني، ممكن انه الكونتينر انا ممكن ما عملت داخل الكونتينر شو ممكن انه يصير؟ حكيت انه اذا انت ما عملتش من خلال الكونتينر، يعني انت يعني خليني افتح لك هنا انه زور ديبلوي، ما انت كيف بدك تعمل، بدك تعمل ديب، يعني خليني افتح لك الديجيتال موشن. حكيت انت بدك تستخدم سيرفرات، او يعني بدك تستخدم الفكره في الموضوع انه ديجيتال اوشن اشترتها كونت بوس اي ديجيتال اوشن اشترت. طيب حكيت انت عندك في البرودكت تمام، في عندك شغلة اسمها دروبليتس. دروبليتس انه انت بدك تختار فيرتشوال ماشين انه انت تنزل عليها خليني انا اعمل لوك ان. حلقيت استنى انا في عندي هي مجمعهم هنا. حلقيت انت بالنسبه للسيرفرات اللي انت راح تحتاجها، انت في عندك خيارين. الخيار الاول انه انت تروح تحجز انت عندك ديديكيتد سيرفر تمام، يعني مثلا زي المزود هذا عباره عن شركه في المانيا وبتزود بتدي لك سيرفرات انه ديديكيتد سيرفر. ايش يعني ديديكيتد سيرفر؟ السيرفر خاص نص لك ما حدا، يعني مش فيرتشوال سيرفر إلك أنت بس، وإلك كامل الحرية إنه أنت تسوي فيه اللي بدك إياه تمام. الآن السيرفر هذا إنه أنت بتأخذ الأكسس تبع الروت تمام، في عندك خيار إنه والله أنتوا إيش بتكون تنزلوا لي عليه، بتروح تختار إنه إيمج إنه أنا والله بدي أوبونتو، بدي في يعني شو اسمه هذا ديبيان، بدي اي نسخه من نسخ لينكس. وبرضه في عندك خيار انه انت تقول له انه انا عندي نسخه لينكس انه انا بدي اعملها ابلود، اللي هي بتكون النسخه اللي انت جهزتها وفيها السيرفيس تبعتك. طبعا هذا الكلام لا يحبذ انه انت تستخدمه لانه ديديكيتد سيرفر، لانه انت السيرفر هذا انت بدك تستخدمه لاغراض متعدده. يعني هو بالمناسبه يعني السيرفر تقريبا انه ممكن انه يكلفك حوالي 40 دولار 40 يورو في الشهر، يعني حوالي يعني انت عندك هذا اي ام دي رام 64 وهارد ديسك انه انت عندك 2 تيرا في 2، فهذا تقريبا انه 40 يورو في الشهر. وعندك اللوكيشنز موجود في ألمانيا وفي فنلندا. هذا أنت ممكن تستأجر سيرفر واحد وتصير تستخدمه عدة استخدامات متعددة، تنزل عليه أكثر من سيرفيس وتستخدمه لأكثر من كلاينت. هذا خيار. الخيار الثاني أنه أنت تروح تستخدم فيرتشوال سيرفر، يعني أنه أنت يعني تحجز لك فيرتشوال سيرفر بإمكانيات متواضعة. يعني كيف يعني بإمكانيات متواضعة؟ يعني ممكن أنه
هذا انت على سبيل المثال في 8 كور تنزل سيرفر ب2 كور والرام 8 جيجا 4 جيجا. ليش؟ لانه انت بدك تشغل مايكرو سيرفيس. يعني اجى لك كلاينت ثاني بتروح بتعمل له ديبلوك، خلص هذا السيرفر للكلاينت هذا، بتروح بتعمل سيرفر ثاني لكلاينت ثاني، بدل ما انه انت تنزل خدمه ثانيه على نفس السيرفر لو كان ديديكيتد. خلص كل كلاينت بيجي لك بتروح بتدي له فيرتشوال فيرتشوال كلاينت. انا في عندي عفوا دكتور، قصة السيرفر نفسها هي نفسها اللي ممكن نستخدم الأزور والجي تي 3، اللي هو بحيث انه احجز استضافة للموديل تبعي عشان يعمل عليه الترين والبري بروسيس وكل العمليات تضلها شغالة. كمان مرة السؤال معلش. الديديكيتد سيرفر هو نفسه زي الأزور، نفس الخدمات اللي بتقدمها أزور ولا لا لا إشي لا لا تاني؟ لا، هو الديديكيتد سيرفر انت بتاخد ريسورسز، هاردوير ريسورسز يعني كومبيوتيشنال باور، وانت بتنزل عليه اللي بدك اياه. اما الازور سيرفيس هي عباره عن، هلقيت حورجي لك اياها يعني. بس انا بدي اورجي لك هنا الدروبليتس. تمام، كرييت دروبليت، بتشوف انت تختار هنا من الماركت انه انا بدي انزل سيرفر جديد. هاي شايف بجيب لك شغلات جاهزه، بدك اوبونتو، فري بي اس دي، فيدورا. تمام، وهنا انه بتختار البلان انه انت بدك اياه بيزك. هنا بكلفك انه كان قبل ايام، يعني من قبل يعني فتره كانت ب 5 دولار، هلقيت كل حاجه غليت صارت ب 6 دولار. يعني شايف بدي لك 1 جيجا رام، 1 سي بي يو، والهارد ديسك 25 جيجا. فبالتالي انه خلاص هذا سيرفر لكلاينت، ممكن يعني تختار انه تكبر الرام يعني زي ما بدك والرقم بيكبر معك. فخلص انت بتعمل لكل واحد سيرفر زي ما بدك. يرجعنا بالريجولار اس اس دي، مش ميم بالضبط في الان في مي هذه الجديده. هذه 5 دولار، وبتعمل سكيل اب زي ما بدك، وبتختار هنا اللوكيشن انا وين بدي اياه. او انه انت ايش بتروح بتعمل، بتروح بتختار هنا كيرنل ديستريبيوشن ماركت بليس. في الماركت بليس بتروح بتقول له شايف هنا بنزل لك اوبونتو مع ووردبريس جاهز باندل، هذا مع لامب اذا انت بدك تشتغل ويب، هذا مع دوكر بس، هذا مع سي بانل، هذا مع لارافيل. فانت مثلا والله بدي سيرفر موديل، هاي جاهز بنزل لك اوبونتو مع موديل. يعني كأنه عنده ايمج جاهزة، هي المقصود عنده ايمج جاهزة لأوبونتو مع موديل. والله بدي جانجو. فهي انت عندك اوبونتو مع جانجو فريم ورك. طبعا احنا بدناش هذا الكلام كله، ما بدي اياه الكلام هذا، بس انا بدي لك فكرة. ايش بتقول له؟ كاستم ايمج، وبتروح بتدي له الدوكر ايمج تبعتك. هاي الفكرة في الموضوع. تمام، فهي بتقول له ابلود لايمج الدوكر ايمج اللي انت عملتها، فبروح بفرطها وخلص بصير انه انت عندك السيرفر هذا بس بشغل الماشين ليرنينج موديل اللي انت طورتها، وخلص بتنزله. يعني انه هذا السيرفر لتصنيف صور، هذا السيرفر لتعرف على الايموشن، هذا السيرفر، او ممكن تجمعهم في سيرفر واحد. بس الفكره انه it is easy to deploy على الكلاود. فهي انت عندك الديجيتال اوشن نفس الفكرة، عندك الازور افتح بورتال دوت ازور دوت مايكروسوفت. هنا يعني ادخل بالحساب، تمام. فانت ايش بتروح بتعمل هنا، انت بتدور انه انت بدك كونتينر. تمام، هاي كونتينر انستنس. تمام، فبتروح ويلكم تو ازور ستارت.
خليني أدخل بالحساب حضرتك تاني. switch account sign in with different account عشان بديش إنه أحرق ال... هذا بالمناسبة بدي لك $200 لو أنت يعني بتشترك بدي لك $200 يعني لمدة شهر أو شهرين على ما أعتقد، إنه أنت ممكن إنه أنت تجرب فيه خدمات الأزور يعني مم يعني استخدمهم $200 زي ما بدك. يعني هتلاقي إنه مثلا على سبيل المثال سيرفر يعني هي هيو جيت 200 free credit بالضبط، إنه استخدمها لمدة 12 شهر عفوا بالإضافة إنه بلس 12 شهر of popular free service. إيش هي الفري سيرفيس؟ في عندك لستة كتيرة من الفري سيرفيس اللي أنت ممكن تستخدمها. أعتقد الأول حتى الفري هذه بتكون limited، ما بعطيك كل البرودكت مرة واحدة أو كل الخصائص. أكيد طبعاً آه أكيد في limit على الكول، يعني إنه يعني إنه مش مسموح لك إنه أنت تعمل إنه أكثر من مثلاً في خلال 15 دقيقة كول معينة زي هيك. إيش يعني الخدمات المجانية اللي هو ممكن فيرتشوال كمبيوتر لغاية 750 أور، طبعاً البلان أنت عندك بي أس أو بي 1 أس تمام، هذه ويندوز هذه لينكس، فعندك كتير شغلات يعني إنه أنت ممكن تستخدمها. إنه هذه always a free service، هذه free ل 12 شهر، هذه always a free اللي هي إنه أنت ممكن تعمل ويب أب تمام 10 ويب أبليكيشن موبايل اي بي اي. فبنصحك إنه أنت فعلا إنه أنت يعني تركز فيه، تعمل لك حساب تستفيد من $200، وفي نفس الوقت ممكن تستكشف الخدمات المجانية. يعني أنت ممكن تستخدم الماشين ليرنينج والاي اي، أنت في عندك هنا تو سيت يعني ممكن تستخدمها. اللي احنا ما بيعنينا حاليا انه انت اذا بدك تطور ماشين ليرنينج موديل الخاص فيك، انت ممكن تستخدم شغلات يعني كوجنيتيف سيرفيس. يعني بالمناسبه انت في عندك هنا ممكن تبحث على ازور كوجنيتيف سيرفيسز، يجيب لك ايش هي الليست تبعت الكوجنيتيف سيرفيس. ايه طبعا انت في عندك كوجنيتيف سيرفيس لها علاقه بالسبيش في اللانجويج في الفيجن. في الفيجن على سبيل المثال في عندك انه فيس كيف تمام اه في عندك الفيس اي بي اي يعني ديتكت ان ايديفاي بيبل اند ايموشن ان ايمجز، تفتحها زي هيك بورجي لك انه انت كيف تستخدمها تمام، بورجي لك انه البرايسز تبعتها يعني هاي هذا في البطاقة إنه آه يعني يعمل له ديتكشن إنه هو هذا نفسه. على فكرة يعني صاروا يستخدموها بشكل كتير كبير الآن في ظل كورونا، إنه أعمل فيريفاي لشخصيتك، فبتصور بطاقتك وبتصور سيلفي، وفي السيلفي إنه بطلب منك إنه أنت يعني مش حاطط صورة، إنه أنت عبارة عن شخص، بطلب منك ترميش، بطلب منك تحرك راسك، فإذا أوكي يعني بأخذ الصورة. فهاي الشغلات تطبيقات في الاي اي كتير مطلوبة. ممكن تطلع على البرايسينج هنا فبتشوف البرايسينج كتيش طبعا حسب اللوكيشن، وهي الكونتري يو اس، فانت عندك يعني انه الفيس ديتكشن والفيريفيكيشن وهذه الخدمات، إنه إذا كان من واحد لمليون ترانزاكشن بكلفك دولار لكل 1000 ترانزاكشن، بعد من مليون لخمسة تمام بكلفك 0.8. يا إما أنت بتتوجه أنا بقصد إنه للخدمات الجاهزة تبعت أزور، وفي هذه الحالة بدك إنه أنت تأخذ بعين الاعتبار الرانينج كوست. فالرانينج كوست يا إما أنت بتعمل ريسيل، يعني هذه شغلة كتير موجودة يعني حتى جوجل نفسها، يعني جوجل كلاود سيرفيس لو أنت بدك تشترك فيها بقول لك إنه أنت يعني مش عارف خليني أرجع لك إياها كصورة يعني بديش أرجع أفتحها تاني. هنا
هنا بقول لك انه select type انه ايش الorganization تبعتك، انه انت لو اخترت هنا من القائمة هذا بدي لك على فكرة 300 credit يعني انه كفري يعني فرجي خليني ارجع افتح هذه جوجل اي بي اي جوجل اي اي صحيح تمام كنت بتسرق فيها بس عشان الفيزا تبعتي واقفة ما عرفت كمل فيها اكيد البلاتفورم تعطيك حتى فترة مجانية تعطيك ميزات حلوة بحيث أنها بعد هيك تضطر أنك تشترك فعليا وتستخدم الخدمات تبعتهم. يعني أنا بدي يعني أنت كشركة إيش بقول لك هنا ريسيلينج جوجل كلاود سيرفيس، فأنت يعني أنت شركتك بتقدم خدمات AI، بتقول إنه أنا بقدم خدمات AI بس في الواقع أنت بتستخدم خدمات جوجل إنه في الباك جراوند او في الـ يعني في الـ في الكواليس يعني. فالفكره في الموضوع انه اوكي انت بدك تقدم للزبون خدمه بس بدك تاخذ بعين الاعتبار انه والله زدت الخدمه هذه انه وان تايم كوست ولا انه ريكرنت كوست، يعني انه كل شهر بدك تاخذ منه اشتراك. فعشان هيك انه اوكي بدك تتوجه للشغلات هذه بده يكون في عندك انه running cost انه انت تاخذها بعين الاعتبار. لكن لو انت بدك تعمل deploy لشغلات مثلا زي الهاجينج فيس والشغلات هذه لا، يعني ممكن انه حتكون انه one time cost او يعني حتكون التكلفه بالنسبه لك انه affordable، يعني ممكن انه يكون هامش الربح عندك اكبر بكثير يعني. فنرجع للأزور اللي أنا بدي أورجيه في الأزور إنه أنت إيش بدك تعمل هنا، إنه أنت بدك تعمل سيرش وتقول إنه أنا بدي كونتينر تمام. فالكونتينر هنا بتروح بتقول له إنه بس إنه هو بدي يعني أبدأ التريال، أنا في عندي حساب تاني إنه حاطه إنه هو كمدفوع يعني حساب تبع الشركة يعني subscription تبع الشركة يعني حتى ما بدي أنا أدخل فيه يعني عشان الفيديو مسجل لأنه subscription الشركة هي اللي بتدفعه اللي أنا شغال فيها مش إنه أنا اللي بدفعه. فبتختار إنه الكونتينر إنه أوكي أنا بدي لينكس كونتينر وإنه هي الإيمج تبعتي إنه بعملها أبلود نفس فكرة هذا شو اسمه الدروبليت تبع الديجيتال اوشن. فكل يعني كل الشركات هذه سواء كان امازون ازور ديجيتال اوشن بتوفر لك انه سيرفرز على الكلاود وبتحمل عليها الايمج اللي انت حضرتها في شو اسمه استخدام كانت موجود عندك من دوكر اللي انت حضرتها من الدوكر بالضبط. الان خليني انه يعني اقول لك انه خلينا نعمل نيو ويندو تمام. وهنا انه انت كيف بدك تعمل هذه الشغله انه يعمل لك الملف هذا، فهي بروجكت جديد فاضي فبتروح بتقول له اوكي ما في عندي فولدر، فبتقول له انه انا هي بتضغط على هنا إنه open remote window وبتقول له هنا add development container configuration files. فبقول لي لازم أحط يعني أحدد directory، بقول له okay وبقول إنه هنا أختار directory صحيح لازم أكون منزل الدوكر وربطه قبل كده في الفيجوال ستوديو صحيح؟ صحيح صحيح نعم تمام. يا أوكي أختار Add Development بالضبط. فهنا أنت بتروح تختار إنه يعني هاي كمان مرة الخطوات escape. فاحنا اول يعني عرفنا الدايركتوري، هنا احنا في الدايركتوري هذا، فبحكي له انه هنا add development container configuration files. فهنا بقول لي انت ايش اللي بدك اياه، بدي بقول له بدي بايثون او ممكن بقول له بدي جانجو
يبدو أنه مش موجودة على سي بلس بلس جانجو فلاسك، مش موجودة الشغلات. أوكي المهم يعني أنه أوكي بدك ديبيان، بدي بايثون أنا. تمام، في البايثون أنه بتقول له بتختار الفيرجن، أنا بختار 3.8، بدك نود جي أس بحكي له نان. إيش الفيتشرز اللي أنت بدك يعني إنه أنت تنزلها معك؟ يعني إذا بدك إنه أنت تنزل الأزور سي ال آي عشان إنه تعمل بوش للكونتينر من هناك، تضغط عليها، ممكن تنزلها لاحقا يعني. فبتختار أنت إيش اللي بدك إياه بالضبط، لو بدك كرادل، بدك جافا، إيش اللي بدك إياه بتختاره. فزيرو سيلكتد أوكي، فبضيف لك هذا المجلدين. تمام، الآن بتقول له reopen in container. فالآن ببدأ يبني لك الكونتينر، قاعد بنزل الإيمج. الإيمج عبارة عن definition file، ما بيختار، ما بيحتاج وقت يعني كتير طويل إنه هو ينزلها. وهنا عشان أنا ما عنديش باكيجز كتيرة يعني فاضي، ما في عندي requirement file ولا عدلت على الكونتينر فايل إنه يسوي شغلات معينة، فبدفع راح يعملها بشكل سريع. يعني هتظهر الإيمج أنت عندك هنا. هاي إنه VS Code يعني إنه أعطاها اسم يعني من عنده، يعني VS Code container test كذا 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 test. حقيت أنا صرت inside the container، يعني حتى لو بدي أشغل terminal جديد ويفترض أن يقول لك أنه بس يخلص. بس الآن لما أفتح تيرمينال من جديد، أنا inside Linux، شايف؟ إنه أنت workspace يعني بالضبط، يعني أنت هاي ls pwd uname-a، فبقول لي إنه أنا عندي نسخة Linux. تمام، هي عبارة عن نسخة معدلة من الديبيان إنه خاصة بمايكروسوفت. تمام، ف يعني خلاص انت inside Linux، فانت you develop inside the container. فانت ممكن تعرف no main.py وتقول له print no وانا تعمل execute، فانت شغال هنا جوات Linux. فهي development inside the container، إنه أنا فاتح جوات الكونتينر. يعني عملته لخدمة بس يعني لشغلة بسيطة جدا، بس عشان إنه example. فأنا لازم أعمل close للconnection. بالعادة هذه الشغلات إنه consumes a lot of memory، يعني عشان هيك أنا قلت لك لو بصح لك إنه أنت تعملها الجهاز عندك انه تجيب له 32 ما توفرش. يعني هذه انه بس مجرد انه بايثون بدون اي حاجه اخذت جيجا ونص، وفي الذاكره لو انت بدك تعمل رانينج حياخد كونسوم من الذاكره. يعني انت شوف الذاكره اللي عندي قديش، يعني بعد شويه الجهاز حتلاقيه انه شايف انا ضايل لي بس هذه. لو شغلت الكونتينر يعني حتلاقي انه خلاص يعني انه اتس اولموست ديد. يعني فهذه بدي اعملها انه انسبكت، استنى اختار هنا ديليت كان
كان قبل ما تحذفها دكتور لو بدي اربطها في الازور، كيف بدك تاخذ الايمج من الدوكر نفسه؟ إيه، حورجي لك الكود، هي ما انحذفتش بالمناسبة يعني لسه ضايلة. إيه، من الأزور كيف بدك تاخذ الكود نفسه؟ إيه، هو فعليا إنه يعني الكود هي كونتينر نفسه بدي اربطها في ال... هو 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 يعني الفي اس كود هو اللي بي يعني هي انا عملت هنا، عملت انه تيست كونتينر، هي المين فايل انا فتحته جوات الكونتينر جوات لينكس، بس هي موجود عندي في الويندوز هنا. يعني هذا يعني ما في داعي انه انت تعمل ترانسفير للكود او إشي، هو يعني الفي اس كود بترتب لك الامور هذه كلها، يعني ما مش محتاج انه انت تقلق من الشغله هذه. طيب انا بعتقد انه احنا خليني اشغل هذه اعمل كول، يعني هذه خلص منها. ويلكم تو انا البي سيرفيس زي ما انت شايف، اللي هي هاي هذه. هذه اللي هي الاندكس، ونفس الاشي بالنسبة للهلو، لو استدعيت الهلو نفس الفكرة. فالآن أنت ممكن عشان تشوف كل الـ API الـ Endpoints، هذه اللي بتميز فيها إنه ممكن تضغط أو يعني تفتح slash docs، slash docs بروح بفتح لك كل الـ Endpoints اللي عملتها. إحنا عندنا في الكود هنا عندي يعني الروت والهلو والإيموشنز والايموشن بوست انه كبوست ميثود، والنيمد انتيتي ريكوجنيشن والنيمد انتيتي ريكوجنيشن از ا بوست. فانت عندك هاي ادي جيت 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 للايموشن جيت تو بوست، للنيمد انتيتي ريكوجنيشن جيت تو بوست. بدي اجرب هاي، طبعا هاي الديفولت فاليو اللي كانت محطوطه هنا. هاي بدل ما تكتب كود بايثون كود عشان التست في السيرفيس، يعني you can test here، يعني بس انه قول له try وانه مرر الباراميتر هذا وقول له بس execute، بيجيب لك انه اوكي هاي الكلاسيفيكيشن تبعها زي هيك، انه هاتي جوي هاي السكور تبعها كذا as a json، وبتعمل extract للليبلز اللي بدك اياها، يعني حسب تجيب الهايست سكور او lowest score، يعني as you wish. ممكن يعني برضو تجربها الفكرة انه بعمل اكسكيوت هان بدل ما يعمل اكسكيوت هناك او يعمل من اول ممكن جديد. ممكن تعمل تكتب كود، يعني انا ممكن افتح زي هيك كود تمام واقول له تيست للاي بي اي، هيو زي هيك انه هاي تيست اي واي. انا مش عارف انه الريكوست حطيتها ضمن الريكويرمنتس ولا لا، مش محطوطة، فبدي أضطر إنه لازم أعمل import request وتقول له إنه ال response يساوي request get تمام، وبدك تديره إنه ال URL بتساوي ال URL هو عبارة عن هادي slash emotion اللي هو عبارة عن local host مع ال slash emotions تمام. ممكن تحكي له هنا انه ال parameters انه في عندي باراميتر اسمه text والفاليو تبعته مثلا انه
نشوف. وهنا تقول له انه print الار دوت. هنا انا محتاج اعمل يعني خليني افتح تيرمينال جديدة هنا عشان نتنفس هذا التست. احكي له pip install هذه مش نازلة ما نزلتها في requirements file. وهنا ممكن اعمل له جابني النتيجة. اوكي بس الفكرة في الموضوع بدل ما يعني كل واحدة تقعد تغلب حالك وتكتب كود زي هيك وانه يعني تهندلها وتعملها وتسويها يعني هو لحرام يعني فيجواليز إلها عشان انت تعمل تست بالضبط بالضبط يعني هذه نفس الإشي بس إنه الفاست اي بي اي وفرت لك هاي الانترفيس الفانسي انترفيس يعني للديفلوبر مش للاند يوزر طبيعة الحال. انت كديفلوبر عشان التستي تمام بدك التستي في البوست نفس الفكرة. والجميل في الموضوع إنه أيوة بحضر لك الجيسون وبس بتقول له إنه هيك بايثون تمام انه كبادي انت عندك للبادي ريكويست وقول له اكسكيوت وبيجيب لك هنا انه شايف انه انجري 94% انه انا كثير متضايق من البايثون يعني على سبيل المثال تمام ف هي صارت everything is okay now تمام. الان بتيجي ل إنه أنت كيف تعمل deploy بخصوص الديبلوي ممكن إنه أنا يعني أخذ لك الكوماندز هذه أخذ لك إياها هنا وبس أعدل يعني هذه اسم الدوكر يعني انت محتاج انه انت تعرف ريجستري في الازور لما انت تعمل هناك هذه هذا الكوماند انه بقول له انه بيلد وهي الفايل تمام واعمل لي تاج لها بهذا الاسم وحط لي اياها في المجلد الحالي. بعدين الكوماند اللي بعده انه اعمل لي بوش لهذه شو اسمه انه من خلال اعمل لي بوش لهذه الايمج باستخدام دوكر بوش يعني هذا الكوماند يعني انتجريتد في الدوكر يعني هذا كله عبارة عن كوماند لاين انه انت بتعمل له بوش فبيبدأ انت عندك البوش عندك في الكوماند لاين او زي ما شفت في الديجيتال اوشن انه انت بتقول له براوز للفايل وعمل لي ابلود لإيميج يعني في هيك هي هذه الطريقة على فكرة عملية اكتر لأنه الأبلود للإيميج لأنه أنت بتعمل أبلود من خلال البراوزر من خلال الكوماند لاين أفضل إنه أنت تعمل بوش في مكان محدد. بالمناسبة في عندك في الدوكر هنا في عندك سايت اسمه دوكر هاب برضو طابع للدوكر دوكر هاب هنا أنت بتقدر يعني أنا ممكن أعمل بوش باستخدام نفس الكوماند هذه ممكن اعمل بوش للايمج تبعتي بس في الدوكر هاب بس هنا انا مختار انه انا اعملها في الازور في الازور ريجستري في الكونتينر ريجستري ازور سي ار كونتينر ريجستري تمام هذا انه مكان معروف في الازور. لكن هنا في الكونتينر انه هاي بختار اكسبلور وممكن تعمل بوش لأي إيميج أنت بدك إياها هنا يعني مثلاً على سبيل المثال ممكن إنه ماشي ممكن حدا نعمل بوش لأي شغلة بالماشين ليرنينج أب داينامكس هو عبارة عن provide real time end to end for the most complex distributed application أو بلاش خلينا نقول إنه specific application sentiment analysis
مش حاطط ديسكريبشن كتير على هذا الايمج على فكرة، انه هو ايش عامل فيها، بس انا بقصد انه هدول ديفلوبرز زينا زيهم ممكن يعملوا بوش للايمج هذه. يعني انا بقصد انه البوش، انه انت بتعمل بوش في مستودع، المستودع هذا قد يكون الدوكر هاب نفسه اللي هو تابع لدوكر، قد يكون ازور، قد يكون اي دبليو اس، اللي بدك اياه يعني. تمام، بس انه بتختلف انت في الكوماند لاين لما بدك تعمل بوش بتحط الكونتينر بتحدد اللي انت المكان بدك اياه. بالضبط، بتحدد المكان اللي انت بدك تعمل فيه بوش يعني. هيك انت بتصير انه انت عندك ايمج جاهزة، انت ممكن يعني public open source، انه انت ممكن انه انت تستخدمها وتعملها deploy وين ما بدك، او الاخرين المطورين الاخرين اللي هم يعملوها. يعني مثلا خلينا نشوف الاناليتكس، مش في هذه سولار، هذه لا لوك ستاش، المشين ليرنينج فيش حدا على فكرة بعمل بوش كتير يعني. الاي بي ام شاهد على ما اعتقد اي بي ام، لا هذه الاركيتكتشر تبعت الحاسوب، يعني انه ايمج مخصصة للاي ار ام، ايمج مخصصة للاي بي ام، يعني الاركيتكتشرز مش يعني هي الاركيتكتشرز اللي بتزبط معانا احنا على اجهزتنا اللي هي الاكس 86، هذه تولد يعني. ممكن انه يعمل بوش على غير هذا، غير الازور، ممكن انه انا استخدمه مثلا لوكالي. طبعا يعني هذا الكلام نزك الكونتينر. طبعا يعني هنا انت عندك في الهادي انه انت ايش بتختار، بتختار انه احنا هن اصلا نعمل الفاست بي اي على اللوكال نفسه، نعم ما ربطنا على الازور. صحيح صحيح، لانه البوش بيحتاج وقت، يعني ممكن ياخذ هو معي اربع فعليا ساعات نعمله على اللوكال. صحيح، يعني انت عندك في ايمج على اللوكال بس بدك تحتاج انه انت تعملها بوش باستخدام الكوماند هذا. يعني لما يكون مثلا شغال على موقع زي الازور او خدمه الكونتينر تبعت الازور، انه مش راح يعمله على اللوكال تبعي، راح يعمل البوش هاد الدوكر بتعمله دغري مباشرة على لا سيرفر الأزور. لوكالي لوكالي بعمل بيلد عندك، بعمل الايمج فايل يصير جاهز. الايمج فايل بعد ما الايمج فايل يصير جاهز هو بعمل بوش لايمج اللي هو الايمج فايل، يعني بعمل هناك ايمج. حقيت هناك في الازور الايمج هذه هي عبارة عن او اس ايمج، بالإضافة انه يعني مضيوف عليها كود وشغال. ايش بصير؟ بتقول له اعمل لي ديبلوي لهي الايمج على السيرفر، فبروح باخذ الايمج هاي وبفرط لك اياها على 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 سيرفر وخلص، انه بيشتغل بيعمل كونسوم لميموري، يعني انه يعني سيرفر أو يعني او اس ايمج عاديه، يعني بتصير انه وبكون فيها كود انه شغال كسيرفيس، يعني كانه انت زي ما ورجيتك هنا انه انت بتكون ضايف اوريدي كود انه على طول اوتوماتيك انه هو يشغل السيرفيس تبعتك يعني بطريقه ما. يعني تمام، انت عملت بوش، هل قلت للدوكر هاي الكونتينر موجوده؟ لا لا لا، ما عملت لها، ما عملت لها لانه بتاخذ يعني انت حوالي 4 ساعات، يعني انت عندك 4 جيجا، يعني انت بدك تعمل يعني 4 جيجا بدك تعملها ابلود على سرعه النت تبعتك. يعني انا عندي 30 جيجا سرعة النت، سرعة الأبلود أنا عندي ممكن توصل 5 جيجا، فممكن تأخذ من ساعتين على حسب، يعني في النهار يعني في الصبحيات ممكن تأخذ ساعتين بيكون عامل بوش لكل حاجة، في أوقات تانية ممكن يأخذ 3 4 ساعات. يعني أنا بس أنا ممكن أورجي لك صورة كيف بيصير إنه البوش يعني. تمام، هو هاي الفكرة، عمال بدي أقول لك إنه لا، بس بدي أشوف أنا الناتج بعد البوش إنه شو.
طبعا انت لازم تعمل لوك ان، يعني اول على فكره لما تعمل لوج ان على طول بروح بشغل البراوزر، دخل يوزر نيم وباسورد، على طول بترجع على الكوماند لاين اوثنتيكيتد يعني. يعني طبعا هذه بول run locally create alias image، غيرها بوش لهذه الايمج انه دوكر بوش انه زي هيك، بس فيش صور، فيش غير انه انا اورجي لك فيديو. فيديو خلينا نرجع هنا، في كان انا عندي فيديو في البلاي ليست تبعتي. كان أحسنهم إنه how to deploy fast API just to deploy on Azure. هذه بورجي لك في كل البلاتفورم. هذا الفيديو يعني ممكن أعمل لك مشاركة، وهي مقسم يعني هنا تطلع هنا إنه تعمل بوش لنود جي اس، تعمل بوش لفو دوكراين بوش. هنا أنت في عندك لارافيل، عندك بغض النظر انت يعني ممكن تعتبر انه الفاست اي بي اي زي الجانجو، بس اللي بيهمك في الموضوع هنا انه انت بعد ما عملت دوكرايز بدك تعمل ديبلوي ده اي دبليو اس، ازور، جوجل كلاود، الثلاثه بلاتفورم هذول. فانت شو نعمل على الكلاود؟ ممكن تعمل على ايش؟ على جوجل كلاود. صحيح ممكن. فهنا بورجي لك نفس الكوماند، هنا AWS في الأول إيش الخطوات. خلينا نقفز للأزور لأنه أنا ما شرحتش على AWS. نقفز للأزور، يعني زي ما أنت شايف هنا هي فاتح إنه portal.azure.com، بعمل الكونتينر تمام، وبده يقول له انه هو بده يعمل بوش لهاي الكونتينر. هاي اللوج ان، لوج ان سكسس، بعدين عمل هنا تاج وهنا تاج، عفوا هنا تاج وهنا بوش، دوكر دوكر تاج دوكر بوش. فبصير انت عندك هو بقسمها لاجزاء، وكل جزء بصوب بيعمل له هاش، وانه بقول لك انه هذا بوش 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 هذا. عشان هيك بقول لك الكوماند لاين احسن انه انت تعمل ابلود من ايمج. يعني شوف بعد ما يخلص، يعني هاي بورجي لك انه قاعد بعمل ابلود ابلود هيك خلص. فجيت بترجع هنا بتقول له انه الريبوزيتوري انه صارت انه بوش، هيو الليتست اللي هو التاج اللي انت حطيت انه التاج ليتست تمام. فهذه عبارة عن ايمج لنظام تشغيل، هيو بلاتفورم عندك لينكس تمام. فهو هلقيت انه على السيرفر عنده، يعني السيرفر اللي انت بتختار، والله حجز سيرفر 2 جيجا 2 كور و4 جيجا رام، ف بروح بعمل دوكر بول لهذه الايمج وبفرطها على السيرفر هذا، وبصير السيرفر عندك شغال. فجيت هيو حيروح يقول لي اعمل لي كونتينر انستانس، وحيقول انه اختار لي، طبعا هنا عنده سبسكريبشن فري ترايل، يعني انا عشان السبسكريبشن الفري ترايل انه انا ال $200 انه بدي استخدمها بالاضافه ل في عندي سبسكريبشن ثاني للشركه، فما بدي انه يعني يظهر في فبتختار انه ازور كونتينر ريجستري، وبتقول له انه اي ريجستري، بتقول له هذا. وهنا على فكره لازم تعمل انيبل للريجستري ان اوردر، فهنا بقول لك انا بدك تضيف الادمن، بس بدك تنفذ الكوماند هذا، نفذه بعدين رجع تاني عمل ريلود للبيج، عاد نفس الكلام وزبطت معاه الأمور، وقال له إنه هاي الإيمج، هاي لينكس إيمج، هذا عبارة هاي 1 فيرتشوال كور 1.5 جيجا رام، فيش جي بي يو. طبعا هذا البرايس يعني بيفرق معاك حسب ما أنت إيش بتختار، يعني ممكن تزود الرام زي ما بدك، يعني قللها قد ما بدك.
كله بحسابه. أكيد. خلص هيك الأمور جاهزة. بدك برضه يعني تنساش إنه أنت تفعل في الشبكة النيل يعني بورت 80، وإذا أنت مفعل HTTPS بدك تحط إنه البروتوكول TCP واللي هو 443 على ما أعتقد. قلت لازم لما أعمل أنا بشحت أنا الأزور يضل جهازي شغال معه بنفس الوقت. آه طبعاً بعد ما يخلص بوش خلاص يعني ممكن إنه تفصل جهازك. تمام. أيوة بعمل ديبلوي. الإيمج هاي أنت رفعتها على أزور، وأزور هنا رحت حجزت جهاز وقلت له فرط لي هاي الإيمج على هاي الاي بي، أخذوا نسخه وافتح هنا اللي هو الابليكيشن تبعه اللي هو جرب في النود جي اس على فكرة، يعني نفس الفكرة يعني. فهذا الفيديو يعني ممكن شير. متذكر يا على الواتساب ممكن حط لك موجود عندي بس كومنتي خريج أي جامعة أنت؟ أنا كلية الجامعية برمجيات قواعد بيانات. بس أنا أول شيء بدأت لحالي يعني، بعدين أخذت دورة عند PTI، بلشت من هناك أشتغل. هو في معنى هنا بس مش عارف وين راح. أنا قاعد بحاول أعمل له اللت إن. تمام. هو لقيت دكتور، أنا راح أبلش أعمل الدوكر إن شاء الله عندي، بس راح أعمل تيست على شيء غير قصة الإيموشن. راح أنزل مثلا ماشين ليرنينج بروجكت أو موديل كامل، بحيث إنه إذا صار معي أي إشي إنه يكون برضو واضح الأمور. هو الفيديو يعني عندي هو يعني بالمناسبة أنا كنت برضو محضر إنه أنا بدي أجرب لك غير الإيموشن. في عندك في التنسر فلو هاب يعني ممكن برضو تختار موديل. لو فتحت السايت بما إنه أنت اللي عملت شير للشاشة، افتح السايت شو اكتب تي اف، افتح صفحة ويب اكتب تي اف هاب. تمام، افتح السايت. هذه فيها كلها بري تريند موديلز، نفس الفكرة بالضبط، انه بروح بنزل لك الموديل اللي هي الويتس تبعته، انه زي هيك اختار انظر النماذج. هو عامله بالعربي يبدو. اوكي، بدك تغير على الانجليزي غير على الانجليزي تاني. هاي انت عندك هنا ثاني classification بالضبط، انه انت عندك هنا image text video audio على ايش طبيعة الداتا تبعتك. تمام، وبتختار انه والله بدي image، لا بدي في الايمج انه انا بتعمل classification مثلا لشغلة معينة. بورجي لك انه كيف انه how to use that يعني. هل قلت لو اخترت الايمج مثلا بالضبط، تختار هنا ايش التاسك، انه انت هي كلكش كلاسيفيك، وين في كلاسيفيكيشن لاند مارك. طب هل قلت في حاجات زي الافيشنت نت؟ انا عندي مثلا موديل كان معمول جاهز
وانا اصلا عامله على الريزنت على ما اعتقد، كان الويت موجوده عندي. لقيت في كانت طريقه انه اضيف انا هاند دوكر بحيث انه انزل الويت، ما بعرف كيف. خلينا نقول انا بدي استخدم الويت الموجوده هان، كيف انه ممكن من دون الفيجوال استوديو، هل ممكن انه اضيفه على الفاست بي اي مباشره وهو يضيفه على الدوكر، ولا راح تصير العمليه اصعب؟ هي اذا انت عملت سيف للويتس، يفترض انه تكون انت عندك موجوده في المجلد هذا اللي على الجنب يعني. لا، هاي بس هذا كله كانت الويتس موجودة عندي في فايل عادي لحال على الديسكتوب، بس في الجهاز الثاني طبعا مش في هذا. فكيف انه ممكن بعديها انا استدعيها على الدوكر، اضطر اعمل على الفيجوال ستوديو نفسه كمان لا كونتينر لا لا وبعدين لا لا، استدعيها؟ ما بدك تكتب يعني كود بايثون عادي انه يعمل لود لهذه الويت از ان ايمج، يعني از يعني موديل، تمام؟ والاوبجكت هذا اللي هو الموديل هذا انه انت تستدعيه من خلال اي بي اي، يعني فاست اي بي اي او اللي بدك اياه، يعني انه داخل يعني وتعمل له دوكرايز يعني. أنا راح أجرب، بس ما أعتقدش راح تزبط معي من أول مرة. اوكي، ما في مشكلة يعني، حاول يعني جرب يعني ممكن نعقد جلسة تانية انه ايش في عندك مثلا شغلات محتاج فيها مساعدة، يعني بنحدد موعد تاني وبنشوف ان شاء الله ايش في عندك، يعني بقدر اساعدك بشغلات يعني. ما في مشكلة، تمام. صحيح، بالنسبة لقصة خلينا نحكي اللقاءات أو المحاضرات، كيف ممكن إنه ننظم بالضبط إيش الجدول تبعنا أو إيش المواعيد حسب طبعا اللي بيناسبك دكتور؟ هو احنا حكينا انه يعني بدنا يعني في الفاست اي بي اي او في الديبلويمنت، خلينا نحكي بشكل عام، انه محتاجين لقاءين، قلنا هي عقدنا لقاء يعني تقريبا اخذ هي ساعتين او ساعة ونص. اللقاء الثاني بتشوف انت يعني الشغلة اللي في بالك انت بدك تسويها، زبطت معك اوكي، ما زبطتش معك ممكن نعمل لقاء انه كاورينتيشن انه ايش يعني كيف انه احنا يعني نظبط الامور لهي الشغله. بعد هيك حسب ما انا فاكر انه حسب الاحتياج تبعكم انه انتم بدكم موضوع البايب لاين او موضوع الورك فلو، او هو مسجل على تمام. الواتساب، يعني بحاول اتذكر انه ايش انت الموضوع اللي بدكم اياه يعني بالضبط. بايب لاين فبنحضر له نفس الفكره، بنحضر له نفس الفكره انه جلسه وبنحاول انه احنا نطبق الامور يعني. ها تمام، بس قصة البايب لاين راح تاخذ معنا اعتقد وقت اطول، لانه انا ما عندي لي خبرة فيها صراحة. فكان هو الفكرة انه نظام يكون مثلا تعلم او ما بعرف كيف، وناهيك انه هي اكثر من تايب واكثر من شغلة، فانا ما تعمقتش فيهم، فما بعرف كيف افضل خيار راح يكون إلنا حتى انه نشتغل عليه. يعني ممكن انه احنا يكون مثلا نختار بلاتفورم انه احنا يعني نشتغل عليها، وعلى هذا الاساس انه نبدا يعني كيف احنا ممكن نعمل بايب لاين في هذه الشغله، ونحاول انه نطبق اكثر من مثال، وانت برضو انه انت تطبقوا، اذا في عندكم تساؤلات شغله زي هيك بنعقد اكثر من جلسه في هذا الاطار، يعني انه اكثر من كيس اكثر من سيناريو. لو كان في عندي انه انت كيف هاو تو برودكشنايز انه اكثر من حاله بايب لاين، انه انت عندك تجيب الداتا من سورس معين وتعملها شغله معينه، بعدين تعملها فيد لماشين ليرنينج موديل. كيس ثانيه انه لا انا ما عندي مثلا انه يعني انه ستيب معينة انه انا بدي اسويها، في عندي كيس تانية بدي اعملها، يعني انه خلينا بالضبط. نشوف. وانا عشان هيك الفكره انه راح تاخذ معنا اكثر من لقاء واكثر من شغله، ف لسه الامور مش معروف بالضبط قديش بدها، فما بعرف كيف انه ممكن. ممكن لا، انتم مطلوب منكم استيميشن اشي يعني؟ لا، هو بالنهايه هاي يعني مرحله لازم انه احنا نتجاوزها بحيث انه نكون قادرين على التعامل بعد هيك، فانه ايش الخيار الامثل هو لحتى الان انا
ما سقيت على شيء معين، ولكن هو انا شايف التي اف اكس بالبايب لاين تبعتها هي الافضل، يليها الكيوب فلو والاي دبليو اس الامور هاي كلها. ف هو يعني انا للامانه ما يعني ما خلصت المراجعه تبعتي لانه ما كان في عندي الوقت الكافي انه بعد ما رجعت من السفر، خليني انه اعمل المراجعه تبعتي واشوف انه اذا اوكي ماشي حنضلنا باتجاه التي اف اكس، او انه ممكن اقترح عليك شغله انه افضل في الازور، او اقول لي يعني لو قارنتها بالازور، يعني انا عارف البايب لاين كيف اموره ماشيه بالازور مثلا، بقول لك لا الامور بالازور احسن لك، اسهل لك، افضل لك، يعني كبر اكثر. خلينا نشوف المراجعه كيف، وعلى اساسه يعني بعد اللقاء الاول ممكن يبين معنا كم لقاء بدنا، كم شغله زي هيك، يعني ما في مشكله. اوكي تمام. ممكن بس اضافه اللي هو صراحه عندي اضافتين بس. الشغلة الأولى أنه إذا أنت شايف أنه في مهارة معينة لازم نكتسبها قبل أنه ننطلق في المجال، أي شغلة إذا شايف أنه في إشي ضروري مثلا ممكن نتعقد لنا في لقاء بشكل عام، أو مهارات معينة، شغلة معينة لازم نركز عليها. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني قصة اللقاءات، أنه إحنا طالبينها كتيم تبعنا اللي هو أنا وهاني، في معنا بنت ممكن أنها تحضر. هل يعني مش عارف، انا بس طبعا للفائدة الناس اللي اخذوا معي الدورة اذا في مجال انهم يحضروا، او مثلا انت عندك سقف معين لقصة الحضور، قصة المتابعة؟ لا ابدا ما في اي مشكلة يعني بخصوص الحضور، يعني طالما انه يعني انا الموضوع خلاص انه يعني بشرحه بغض النظر انه كان الموجودين اثنين ثلاثة كذا، انه تمام بتكون زي هيك يعني، بس انه هو لا الشغلة اللي راح يجوا هم للفائدة، معلش عذر قطعتك، هم للفائدة يعني مش انه هم راح يطرحوا تساؤلات وراح يعطوا كيسز كتيرة، ولكن انه فقط للفائدة. ما في اي مانع، ما في اي مشكلة. تمام. بالنسبة للمواعيد دكتور، ما بعرف صباحي ما بتزبط معك نهائي، كله مساء ولا؟ ممكن يوم الخميس ممكن يكون في مجال في الصبح، يعني الصبح بكير ولا تنتين ثلاثة أربعة. احنا يعني على الزوم لقاءاتنا صح؟ اذا انت بتفضل لقاءات وجاهية برضو ما عندنا مشكلة يعني، لكن انه ايش الوقت اللي بناسبك. لا انا يعني انا بتسأل انه انت طلبت صباحي لانه انت بدك وجاهي، واذا على الزوم ما في عنده مشكلة، يعني ممكن انه يوم الخميس صباحا هو الخيار، باقي الايام محاضرات مرتبط في المحاضرات للاسف. لا خلاص ما في مشكلة، مسائي يعني انا بس قصدي انه اريح لك، اذا انت شايف انه مناسب المسائي خلاص ما عندنا مشكلة احنا. لا ممكن انه احنا نحول يوم الخميس صباحا، يعني ممكن انه يعني نبدا من العشرة، اوكي ناخذ جلسة ساعة يعني ل 12 ونص، ساعة ونص ساعتين، يعني هي الجلسة يعني كبيرها ساعة ونص ساعتين، يعني خلاص بعد هيك بتصير exhausted، يعني بدك بريك، بدك شو اسمه يعني، فممكن تكون جلسة تبعتنا ساعة ونص يعني ماكسيموم مناسبة جدا. طبعا لانه بعد هيك اصلا بصير تشتت، ما بتقدرش صحيح. تسيطر على المعلومات كلها. ما في مشكلة. تمام. اذا حابب تضيف اشي او عندك ملاحظات نوت اي اشي، يعني حاول انه اللي احنا اخذناه اليوم انه انت تحاوله انه تعمل ريبرودكشن له، انه تحاول تطبقه، شوف ايش يعني انا الامور هذه انه يعني انا جهزتها تقريبا يعني اخذت معي شوي وقت للتجهيز، انا عرضت لك اشي جاهز عشان انا ما اخذش وقت اكثر او اكبر في صحيح. انه اعمل ديموينج، بس انت حاول انه انت في عندك يعني ورجيتك السورسز، ممكن تختار لك اي شغله من التنسر فلو هاب او اي شغله من الهاجينج فيس انه كموديل تحاول تعمله ديبلوي كسيرفيس، وانه لو عرضتها امامي يعني كبروف المره الجايه انه بيكون كتير ممتاز انه انت عملت ماسترينج للشغلات هذه من ناحية VS Code، تعودت على الانفيرومنت، تعودت على الدوكر، تعودت على كل الأمور هذه، لأنه في
يمكن تكون يعني يمكن يكون في بعض المعلومات الزخمة شوية بتثبت إذا أنت طبقت بإيدك يعني. أكيد ما في مشكلة، أكيد هو بس برضو هذا جابت نقطة ثانية، إنه اللقاء الجاي بدنا نخلي فيه متسع بين اللقاء واللقاء، بحيث إنه برضو نقدر إحنا نطبق، وإذا طلع معنا إشي إنه نتواصل معك على الواتس مثلا، إذا لا سمح الله واجهتنا مشكلة وما عرفنا نحلها، بحيث إنه برضو يكون الإشي بالطريقة الصحيحة، إنه يكون فيه تطبيق. أوكي يعني ممكن ما في مشكلة إن شاء الله. تمام، ما في مشكلة. حتى هيك تمام، في ملاحظة إشي تاني؟ لا لا كل الأمور تمام هيك إن شاء بصراحة الله. أنا ما بدي أطول عليك، بس مش أما أنا بالنسبة لي فاضي متفرغ ما عندي شيء. الله يخليك. خلاص يعني هو تقريبا يعني ما في شيء يعني يذكر، يعني تقريبا حكينا في كل حاجة، حكينا في الشغلات اللي بدك تركز عليها المرة الجاية إنه كيف تكون الأمور. ف يعني كل الأمور تمام إن شاء الله بالنسبة للجلسة الجاية، وإن شاء الله يعني نشوف الجلسة القادمة التطبيق على يعني ريبرودكشن للإكزامبل اللي أنا عملته، بالإضافة للإكزامبل اللي أنت بدك تسويه، إنه إذا كان سكسس ولا إذا في مشاكل، إنه ممكن يعني خليك أنت اللي تعمل ديمو المرة القادمة وأنا سبورت يعني. وبعد هيك إن شاء الله بننتقل للبايب لايننج، يعني نشوف كيف الأمور. هيك بتصير إنه كريجولار ميتينجز أفضل ما إنه لا ننقطع على الموضوع إنه فترة. لا خلينا نتابع، يعني خلينا ناخذ جلسة كمان جلسة قريبة على الـ على الـ على الديبلويمنت عشان ترسخ الأمور، وبعدين بنشوف موضوع البايب لايننج إن شاء الله. ما في مشكلة إن شاء الله. تمام، ما في يعني مشكلة. لو بدك يوم الخميس القادم صباحا ممكن إنه احنا نحدد موعد من الآن، ما في مشكلة مبدئيا، تمام إن شاء الله. أو إذا بدك تشوف الشباب وبعدين ترجع لي ما في مشكلة برضه. أكيد تمام، أنا برضو راح أخذ الريكورد هذا بحيث إنه أنزله على عندي، راح يكون هو، وراح أنزله على المجموعة للشباب. تمام، يا ريت تبعت لي منه نسخة والله. ما في مشكلة، هو حاليا عندي الأستاذ سمر، وإن شاء الله راح أخذه أنا وراح أتصلك نسخة. إن شاء الله، تمام. أوكي تمام.